الحديث اكيد عن مواجهه الاهلي وسيمبا في دوري سوبر الافريقي ومباراه العوده النهارده باذن الله مستمر، وان شاء الله يكون التوفيق يعني لفريقنا، وواثقين اكيد في لعبتنا والصعود لنصف النهائي. كلام كتير جدا عن الاهلي، خلينا نرحب بس بضيفنا الاستاذ احمد غنيمه الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير عليك يا هون. صباح الخير عليك يا كريم، منور الدنيا كلها. ربنا يخليك بنوركم. عندنا عدد اتنين ماتش مع سيمبا عايزين نتكلم معاك عنهم، الماتش اللي فات وماتش النهارده. رؤيتك للمباراة اللي فاتت كانت عاملة ازاي، وتوقعاتك ايه الماتش النهاردة؟ الاهلي اضاع فوز، كان فوز هيبقى اول مرة كان يحقق فوز في على ارض سيمبا، اضاع فوز سهل جدا خاصة في الشوط الاول، فرص كتير جدا اهدرت، وده بيفسر سر تصريحات مارسيل كولر بعد المباراة. في نقطة بس الجانب الدفاعي، ودي يعني دي بقى واضح جدا بالنسبة لي على الاقل، دي مش مشكلة فقط في النادي الاهلي، هي مشكلة كلها في مصر بشكل عام. الكرات العرضية في مباراة مصر والجزائر، اسلام سليماني من سجل هدف التعادل في الأخيرة من كرة عرضية، الهدفين بتوع سيمبا من كرات عرضية. فأنا في وجهة نظري عودة محمد عبد المنعم في مباراة العودة اليوم مهمة جدا جدا في حل هذه المشكلة، في وجهة نظري اللي هي كانت ظاهرة بشكل واضح جدا في سواء مع منتخب مصر في ماتش الجزائر أو في مباراة الذهاب. من الناحية الهجومية أنا شايف إن الأهلي أدى كويس جدا، كهربا أدى بشكل كويس جدا، صحيح إنه في إهدار لبعض الفرص لكن هو سجل وصنع، رضا سليم بيواصل تألقه بشكل كبير. ده على المستوى، وايضا قفشه برده فعلى مستوى صناعه اللعب ومستوى وسط الملعب ومستوى الهجوم، لكن على المستوى الدفاع كان في برده بعض الديفوهات، ولولا تالق محمد الشناوي في الشوط الثاني كان ممكن المباراه تذهب بنتيجه مش بس تعادل ايجابي، لكن الحمد لله ربنا ستر، لان الاهلي اضاع فرص سهله بشكل كبير جدا في الشوط الاول ضد سيمبا، كانت ممكن تقلب علينا في الشوط الثاني لكن ربنا ستر، وان شاء الله الاهلي قدر يوم على يعني التاهل اليوم وبنتيجه كبيره جدا، خاصه عايزين نعطي رساله الى سان داونز الاقرب طبعا للتاهل لنصف النهائي ان شاء الله. محمد عبد المنعم وجوده اصبح دلوقتي يعني لا مفر منه، احنا بنتكلم طبعا احنا النادي الاهلي عندنا سكواد واثنين، بس محمد عبد المنعم اللاعب ده في حاجه غريبه، فعلا زي ما اطلق عليه احسن مدافع حاليا في مصر، دي حاجه. الحاجه الثانيه قصه اصلا ان هو كان في ناشئين الاهلي من عنده 9 سنين، وبعد كده راح سموحه اعاره، وبعد كده رجع لنا تاني مع بعد المنتخب والتجربه الناجحه والتطور اللي حصل، وانا كان بيلعب اصلا الاول مهاجم بعد كده بقى مدافع. وجوده مهم وبيفرق بشكل كبير جدا، وفعلا فعلا النادي الاهلي يعني مش هقول الجماهير كمان، يعني عايز اقول لك الماتش اللي فات كان ناس كتير بتقول لك احنا محتاجين عبد المنعم، عبد المنعم في ان شاء الله في المباراه النهارده هيكون موجود، واكيد ده هيفرق بشكل كبير في شكل المباراه وفي نتيجه المباراه برده. لكن خليني اطمن منك برده، مع المباراه اللي فاتت احنا اهدرنا فرص كتير، هل ده كان سببه مثلا ان انا مش على ارضي مش وسط جماهيري، ولا انا كنادي اهلي مش مفروض اصلا احط ده في الاعتبار، انا دلوقتي هلعب على ارضي كده كده، يعني الظروف واحده تعتبر ما هياش يعني ايجابيه بشكل مبالغ فيه، ليه ضامن قوي ان احنا هنلعب بشكل يعني النهارده خلينا نقول مكسب كبير مثلا؟ لا يعني اكيد مفيش حاجه طبعا مضمونه في كره القدم، يعني ما احنا كنا ضامنين المباراه الاولى على فكره بالظبط، وكنا ضامنين مثلا، مش عايز اعيد يعني اعيد اعود للوراء قليلا، مباراه اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي مثلا فرق صحيح كبير جدا، ولكن النتيجه ما كانتش مرضيه يعني. لكن الفوز اليوم مش عايز اقول بسكور، مش عايز اطلع لعيبه، لكن الفوز اليوم باداء قوي جدا رساله لسان داونز، لان سان داونز فاز على بيترو اتلتيكو 2-0 في انجولا مش في جنوب افريقيا، وبالتالي لازم نعطي رساله لسان داونز، خاصه ان احنا ذكرياتنا في الفتره الاخيره رائعه يعني مش لطيفه خالص يعني، مكتوبين على بطايق بعض تحت الاثنين، مش عارف ايه القصه دي والله. النسخه الماضيه من الشامبيونز ليج صحيح ان الاهلي حققها، لكن مباراتين بتوع سان داونز اتعادلنا في القاهره 2-2 وخسرنا هناك بنتيجه قد قاسيه جدا 5، وبالتالي لا عايزين نعطي رساله. اتمنى ان مودست يكون جاهز، هو صح موجود في القايمه بتاعت مباراه اليوم لكن ما اعتقدش انه هيبدا بيه بشكل اساسي، انا توقعي انه هيبقى يعني رضا سليم، بيرسي تاو، محمود كهربا، ممكن يكون بدل رضا سليم حسين الشحات، لسه مش عارفين الامور هتمشي ازاي، لكن متوقع ده الشكل الهجومي. في نص ملعب متوقع ان يكون امام عاشور متواجد منذ البدايه جنب اليو ديانج، مروان عطيه بقى او كوكا لسه مش عارفين، ان كنت يعني احبز مروان عطيه بصوره كبيره جدا. في الدفاع طبعا محمد عبد المنعم، فيما يخص محمد عبد المنعم احسن مدافع في مصر ومن احسن المدافعين في افريقيا. اتذكر ان هواند لقطه شهيره جدا بعد ما خسرنا نهائي كاس افريقيا ضد السنغال، لما كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال واحد المدافعين الكبار كان يعني لعب في نابولي وفي تشيلسي وطبعا حاليا بيلعب في الهلال السعودي، لما قعد يتكلم كتير جدا مع محمد منعم، لان محمد منعم كان واحد من افضل المدافعين بالفعل، وده بيؤكد ان واحد بقيمه كاليدو كوليبالي حين لازم محمد منعم يتحدث معاه بهذا الشكل ويسيب هذا الشكل ويقول يعني بيشد من ازره، فده بيدل اللاعب ده قيمته عامله ازاي. ده الناس مطلعه على عبد المنعم، انا لقيت القاب لعبد المنعم قلب الاسد، واللي يقول لك مالديني للعرب، حاجات يعني اسماء وكتير من الالقاب اللي طلعت عليه
كمان البوتنشال بتاعه يعني رائع بصراحه، وجوده مطمئن ومشرف بالنسبه لنا كاهلاويه. لكن في جزء حزين في كلامك اللي هو ايه، ساعه لما كنت بتقول ان دي مشكله عندنا في مصر بشكل عام، الكرات العرضيه وفكره الدفاع. طب احنا ليه عندنا المشكله دي؟ لا انا بكلمك هنا بقى والعين رايحه على المنتخب تحديدا. مشكله كبيره جدا في الدوري المصري بشكل عام في المشكله دي. بلاحظ بشوف اهداف كتير جدا بتيجي من اخطاء ساذجه في التمركز، يعني ده قاسم مشترك بين معظم الفرق، معظم الفرق في مصر وبان جدا في منتخب مصر. احنا غير محمد عبد المنعم بنظر ان هو اللي عنده بوتنشال مختلف عن كل اللعيبه. انا متهيألي بعد اعتزال ابراهيم سعيد ووائل جمعه عندنا مشكله كبيره جدا في مخصوص الكره العرضيه. المنتخب بيبقى بنعول على فرد ايا كان مين هو، دي مشكله بقى من قطاعات الناشئين وقصه كبيره جدا يا كريم. نتمنى ان شاء الله يدم تلافي ده في يعني في المستقبل بقى في الاجيال القادمه وصاعده باذن الله. حتى بالمناسبه في المنتخب الاولمبي عندنا نفس المشكله دي، نتمنى ان شاء الله تلافيها، خاصه احنا مقبلين خلاص يعني السنه الجايه على اولمبياد باريس باذن الله. فان شاء الله باذن الله يعني نتلافاها. لكن خلينا في الوقت الحالي، عوده محمد عبد المنعم مهمه جدا جدا في مباراه اليوم ان شاء الله الاهلي يعبر، واهم من النتيجه يكون باداء في رسالة قوية جدا لسان داونز لولا اقرب لنا بالظبط. لان التصريحات بصراحة انا وكريم عرضناها في الانترو ما عجبتنيش يعني مع احترامي طبعا، بس لما سيمبا يطلع يتكلم ان الجانب يعني هناك يتكلم ان احنا ضامنين الفوز على الاهلي في مباراة العودة على ارضه، يعني قلنا الطموح مشروع، بس عارف في حاجات كده بتبقى يعني معقولة يعني صعب. يعني تصريح انا كواحده من جماهير النادي الاهلي استفزني شويه، حتى لو هو ليه رسائل معينه بس انا استفزني. وليه ده حصل؟ لان انت برضو كنت اديته الفرصه دي هناك، يعني بصراحه خلينا نقولها. اتفق معاكي في النقطه الاخيره تحديدا، ان بالفعل احنا اديناهم الفرصه في الشوط الاول. يعني هو لو كنا حسمنا اللقاء بالاهداف اللي اديرت دي، لا كان ممكن النتيجه كانت تبقى كبيره جدا. بالمناسبه احنا تاريخ لقاءاتنا مع سيمبا في القاهره الاهلي بيكسب على طول، يعني لعبنا 3 مرات، مره كان في اعتقد في كاس الكؤوس الافريقيه سنه 84 او 85 كسبنا 2-0 كان بهدفين للكابتن محمود الخطيب والكابتن زكريا النصر. بعد كده لعبنا في دور المجموعات وكسبنا، كان بنتيجه 5-0 او 6-0 كان نتيجه كاسحه. ومن سنتين تقريبا ايام بيتسو موسيماني كسبنا هنا في القاهره رغم ان احنا اتهزمنا هناك، فبالتالي احنا نتائجنا هنا في القاهره بنكسبهم على طول. فان شاء الله باذن الله نواصل هذه يعني العلامه الكامله فيما يخص لقاءاتنا مع سامبا في القاهره ونحقق الفوز ونتيجه كبيره. فيما يخص تصريحاته بتقولي انت بتقولي انت استفزتي، انا متهيألي ان ده كمان يكون استفزاز لعيبه الاهلي، يكون حافز ايجابي ليهم ان شاء الله يرد على ده باذن الله ان شاء الله. احنا متفقين اهو على ان احنا اللي عملنا كده في نفسنا واحنا اللي ادينا لهم الفرصه، هم الفرصه خدوها والسلام خلاص اللي كان كان. الى اي درجه في رايك هم هيحسنوا استغلال الفرصه دي بعيدا بقى عن حته التصريحات اللي هو قالها؟ هم ما عندهمش غير فرصه واحده، يا اما يفوزوا ما لهمش بديل غير يا اما يفوزوا يا اما يتعادلوا 3-3 ما لهمش بديل تاني. لان الاهلي يعني قدامه كذا فرصه، وده بالمناسبه سلاح ذو حدين يا كريم، ان هوند سلاح ذو حدين، ان انت يبقى عندك كذا فرصه ده ممكن يخليك يعني هو مفيش مساحه للتراخي بقى الحقيقه بالظبط، يعني كده كده رفاهيه التراخي. مش عايزين نلعب على كذا فرصه دي، فرصتنا ان احنا نفوز صح. لا نتعادل 0-0 ولا 1-1 ولا كل الكلام ده كله. حتى صحيح كان امبارح كان في جدل على لائحه البطوله، لكن لا لائحه البطوله قاعدة الهدف بهدفين خارج الارض، وبالتالي الاهلي مستفيد منها بشكل كبير جدا. فان شاء الله باذن الله الاهلي يحسم. اهم حاجه بالنسبه لي النهارده ان شاء الله طبعا بلس ان احنا نضمن بطاقه التاهل، رساله قويه جدا لسان داونز، لان سان داونز هو في وجهه نظري لولا بعض رؤونا في خط الدفاع هو مع الاهلي واقوى فريقين حاليا على مستوى القاره الافريقيه على صعيد الانديه. طيب انا هروح شويه للدوري المحلي بقى وهسالك عن مشوار الدوري والاهلي هذا الموسم ان شاء الله، هل من المتوقع يكون بنفس التالق اللي كنا عليه الموسم الماضي، ولا بالعكس الموسم ده بيشهد يعني تنافسيه اشد لبعض الفرق؟ لان انا زي انا حاسه ما اعرفش ده وصل او حقيقي اصلا ولا لا، بس انا حاسه الفرق بقى عندها ثقه اكتر، وتحس ان هم بقى في طموح، وطموح برضو مشروع. انا ممكن انافس على اول 3 مراكز مثلا في ترتيب الدوري، ليه لا؟ ما نقدر. الانديه اللي صعدت كمان ادت ثقه اكبر كمان، وفكره المستويات المختلفه يعني الزمالك مثلا ليس كان في افضل حالاته، في بعض الانديه برضو بيراميدز على فكره برضو ما كانش في افضل حالاته، يعني في انديه الاهلي كان في موسم ما برضو مش افضل حالاته. فالتذبذب ده في المستوى بيخلي الانديه الاخرى يبقى عندها طموح، وبالتالي يبقى في تنافسيه افضل. هو بالمناسبه هو ده بيراميدز بالنسبه ليا مش مقنع خالص، رغم ده من وقت ما جه يعني ما عندنا ولا من لا ولا من زمان يعني، لانه فريق ما عندوش ظهير جماهيري. هو هي ده حلو حال يعني الشركات خلينا نقول، ما هو يعني دي مشكله في الدوري المصري ممكن نتكلم عليها بعدين. لكن فيما يخص التنافس على مستوى الدوري المصري، انا شايف الاهلي هو المرشح الاول والوحيد كالعاده للاحتفاظ باللقب لاسباب كتير جدا. الاهلي هو يعني صحيح ان بيراميدز السكواد بتاعه قوي، لكن الاهلي السكواد بتاعه قوي
ومتكامل وبيعترف حتى مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي الامس. وبالمناسبه نهاوند عجبني جدا كولر في المؤتمر الصحفي من امس، فكر اوروبي بحت، سياسه المداوره، حتى لو بعض اللعيبه بيزعلوا لكن سياسه المداوره مطلوبه، هو اتكلم عنها صحيح، لان ضغط المباريات اوروبا كلها خلاص دايما تصريحاته متوازنه الحقيقه ومنطقيه جدا. بالظبط بالظبط، واتمنى ان احنا كمان نستفيد منه في الكره المصريه، وحتى المدربين حتى يتعلموا شعيب، يعني خلاص يعني انه يتم التعلم من الناس دي، يعني الراجل ده احنا المفروض نستفيد منه في كل القطاعات في مصر، مش بس على صعيد النادي الاهلي. كان فيما يخص المنافسه نهاوند، انا شايف ان الاهلي هو المرشح الاول ويمكن الوحيد، ممكن اكون غلطان يعني، بس على فكره انا مش قلقانه من حته الاهلي، بتكلم في شكل اصل. انا ما اجي برده وقلنا الكلام ده امبارح، اتفرج على الدوريات المختلفه الاوروبيه والانجليزي والالماني والفرنسي، ولا الفرنسي ما فيش غير بي اس جي بينافس نفسه برده يعني السنه دي مختلف شويه لغايه دلوقتي، مختلف، لكن ما فيش المتعه الحقيقيه زي ما انا بتفرج على دوريات قويه هنا. هنا لا، انا هنا عارف اول توب 3 الانديه الثانيه بتعافر، تطلع مركز يرجع مركز، صفقات بتتم قبل الموسم، ميركاتو صيفي وشتوي يبقى قوي جدا، في فلوس بقت تدفع على عكس زمان، بس المتعه الحقيقيه في التنافسيه مش بتبان قوي. يمكن الموسم اللي فات كانت شويه يعني تم ملاحظتها، هل الموسم ده بقى هيشهد تنافسيه اكبر ولا؟ بصي انا في الاول وفي الاخر عايزه كمشاهد مصري استمتع بالكره المصريه، يعني هي دي النقطه كلها، الاستمتاع احنا مفتقدينه بصراحه، خلينا نقول فتره طويله يعني، حتى لو احنا مطمنين على الاهلي ده موضوع تاني نطمن، بس بتكلم في الاستمتاع يعني. على فكره دي قضيه مهمه جدا جدا انت بتقوليها، لان في ناس حوالينا بدات تسبقنا، مش بس موضوع فلوس. النقطه اللي بتقولي عليها، الموضوع ان في كذا اكتر من فريق بينافس، احنا للاسف في مصر اهلي زمالك بيراميدز دخل في منافسه مؤخرا، ودخل السنه اللي فاتت تحديدا لحين ما احتل المركز الثاني استغلالا لاوضاع الزمالك والمشاكل اللي هو كان بيعاني منها، سواء اداريه او فنيه والكلام ده كله. لكن نبص على الدوري السعودي، وبعيد عن الفلوس وبعيد عن الصفقات، هم بيحاولوا دلوقتي انه مش بس مجرد الاربع انديه، احنا شايفين الاتفاق جاب صفقات قويه جدا وبيدعم نفسه، شايفين التعاون، بالمناسبه التعاون فريق ما عملش صفقات كبيره جدا حتى الان، يعني اخر ماتش اتعادل مع اتحاد جده 1-1، والتعاون هو مفاجاه حقيقيه حتى الان في الدوري السعودي في وجهه نظري، هو الحصان الاسود، مش اي فريق تاني انه ما عملش نفس الصفقات اللي عملها الانديه اللي هي مدعومه من صندوق الاستثمارات العامه. الدوري الانجليزي ده مثلا المنطقه العربيه، فاحنا من يعني من حوالي ناس بدات تتحرك على مستوى اوروبا. طبعا الدوري الانجليزي شايفين المنافسه عامله زي توتنهام حتى اللي هو المفاجاه الساره فيه، منافسه كبيره جدا. الدوري الايطالي، الدوري الاسباني شايفين جيرونا مفاجاه كبيره جدا. عشان ده يحصل في مصر محتاجين حاجات كتير جدا. اولا لازم الانديه الشعبيه ترجع بشكل كبير جدا. في وجهه نظري طول ما الانديه الشركات هي اكتر من الانديه الشعبيه بهذا الشكل الكبير جدا، هتفضل المشكله دي، لان الانديه الشعبيه اولا اللي موجوده حتى في الدوري المصري بتعاني 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 من وهترجع ازاي الانديه الشعبيه دي؟ لازم نشوف قانون يعني الاستثمار الرياضي، لازم يكون في شكل، نشوف حتى مش عيب ان احنا نشوف التجربه السعوديه ونتعلم منها. يعني هم خلوا 75% من الاسهم او من الانديه اصبحت مملوكه لصندوق الاستثمارات العامه، 25% مؤسسه غير ربحيه. نحاول نشوف التجارب المختلفه، نشوف التجربه الالمانيه حاجه مشابهه. يعني ما ينفعش يكون في كيانات وطنيه ولا سيما البنوك تحديدا الوطنيه يبقى لها دور ويبقى لها قول في الموضوع ده؟ دي نقطه مهمه جدا بقى. مع احترامي الشديد، احد البنوك عامل نادي في الدوري الممتاز، معروف طبعا. انا في وجهه نظري لو كان هذا النادي يعني كسبونسر نادي جماهيري، انا في وجهه نظري يبقى افيد بكتير جدا، لان ده في وجهه نظري. ونفس الشيء في انديه حتى يبقى دور وطني صريح. بالظبط، لكن يعني الانديه الجمهور هو عصب كره القدم، ان احنا بهذا الشكل معظم المباريات بدون جمهور، ده امر هيكون امر صعب جدا لتسويق حتى المسابقه على الصعيد العربي. انت مش هتقدر حتى الان تسوق المسابقه طول ما عدد الجمهور مش قصه بقى الجمهور قليل او كتير بيحضر. أيه. القصه ان معظم يعني لك كريم ان مباراه الافتتاح للدوري كان من غير جمهور، بين ناديين مش جماهيريين. أيه. وبالتالي ده بيقلل بالتاكيد من يعني حتى الباشن بتاع اللعيبه وحماس اللعيبه، في اكيد في مشكله كبيره. فنتمنى الامور دي ان شاء الله يتم تلافيها في المستقبل، لان الناس من حوالينا بدات تتقدم، مش بس بالنسبه للدوري السعودي، انا شايف ان الدوري المغربي بيتقدم بصوره كبيره جدا، والمغرب عندها خطوات عملاقه طبعا، نظرا ان هم كمان هيستضيفوا كاس عام 2030 بالاشتراك مع اسبانيا والبرتغال. وبالتالي احنا كمان الناس من حوالينا بدات تتحرك، فاحنا كمان لازم نبدا نتحرك ونشوف حلول جذريه حتى نرتقي مره اخرى مستوى الكره المصريه، لان احنا
مش عايز اقول بقى احنا التاريخ، بس احنا فعلا الاعرق والارث الكبير وكل حاجه، وبالتالي احنا ان شاء الله عندنا كل يعني المؤهلات اللي تخلينا نرجع ان شاء الله وبصوره كبيره جدا على المستوى العربي والافريقي. والله نتمنى ذلك. وملف الانديه الجماهيريه والشركات ده اتكلمنا فيه، عايز حلقه كامله. والاقتراح اللي قلناه ده، فكره ان حد كيان وطني يدخل يبقى هو يعني يتبنى نادي فعلا جماهيري بدل ما هو يستفيد. بس خلي بالك هنا لما ذكرنا برضو الحل ده قال لك فممكن يحصل تضارب بين مجلس الاداره والقرارات هنا، وانا دلوقتي بدفع انا عايز الامور تتم زي ما انا شايفها، ورئاسه المجلس مثلا بتاع النادي هيبقى في تضارب يعني بس ممكن تتظبط إدارية بالزبط. هي مشاكل بسيطة بس في مجملها يعني محتاجة حلول برضه وتتحل. والله تتحل يعني الأمور، والله ممكن تتحل بصورة كبيرة. لكن أنا في وجهة نظري وأرجو أن القائمين على الكرة المصرية يعني يتقبلوا الكلام ده صدر رحب، إن استمر الأمور بهذا الشكل هنفضل كده، هيفضل. أنا يعني أكيد ما أتمنى الأهلي هو بقاء الوضع اللي هو عليه، لكن نفسي الأهلي يعني ما فيه منافسة، الأهلي يفوز ولغاية آخر. يعني شفنا السنة اللي فاتت فكرة إن أنت القطب الأوحد هي فكرة لطيفة من زاوية، لكن تزهقك من زاوية تانية، عشان النقطة اللي كنت بتتكلمي فيها فكرة متعة المشاهدة. لو ما فيش تنافسية تم جزء كبير من حلاوة زي الدوري الفرنسي لما كنا بنتكلم عنه في الماضي سنوات طويلة. يعني الدوري الفرنسي يعني باريس سان جيرمان السيطرة المطلقة دي أثرت على المسابقة بالسلب. انا زي كان هوند معلومه حتى الان حقوق البث للدوري الفرنسي مش عارفين لحد اللي يشتريها، رغم ان في اسماء في باريس سان جيرمان، لكن نظرا ان المنافسه بين الانديه مش قويه في لغايه دلوقتي حقوق البث للسنين الجايه لغايه دلوقتي مش عارفين لغايه دلوقتي مين يشتريها. ما فيش عروض يعني رابطه الدوري الفرنسي مقدم طلبه مبلغ حوالي في تجاوز المليار او 2 مليار حتى الان، لا رفض يعني ما فيش حد اتقدم ليوصل للرقم ده، لان الشركات الحقوق البث التلفزيوني شايفه ان المسابقه مش العائد محصورة بتاعها في واحد فريق محصوره في فريق واحد والعائد مش هيجيب، خصوصا كمان بعد طبعا التغييرات اللي حصلت في البي اس جي تحديدا ورحيل معظم النجوم باستثناء كيليان مبابي، ومش عارفين لسه حتى مبابي هيرحل ولا يمشي. فانا في وجهه نظري ان احنا لازم ندور على الحقوق الجزائريه ولسه امره ما اتحسمش بالمناسبه، لسه لا لسه في كلام رايح جاي، لسه حتى الان هو هيمشي حتى الان، الله اعلم ايه اللي هيحصل، لان في 2021 كان نفس السيناريو وفي شهر 5 وتقال نفس الكلام وريال مدريد وخلص مع ريال مدريد، وفي مره واحده عرض مالي ضخم وتدخل من رئيس النادي لو هو كان بيدور على عرض مالي كان يقبل السعوديه، لكن العرض السعودي بالزبط. كان لا يعوض يعني، وكان موسم واحد، لكن انا اعتقد ان هو ريال مدريد يعني العقلي لا العقلي يقول كده بقى يعني واحنا مش عارفين لا يعني صعب اعتقد صعب. على فكره بالمناسبه في كريم في بعض اللعيبه رفضوا العروض من الرغم يعني عروض ماليه ضخمه جدا من السعوديه، ميسي امبابي حتى على سيد التدريب، حتى انجوزي مورينيو اتكلم ان هو جاله عرض بحوالي 30 مليون يورو يبقى اغلى راتب لمدرب ده في الشهر ولا في ايه؟ 30 مليون في السنه لا في الشهر. لا انا قلت ده لو في العمر مش وحش، ده لو في العمر والله لو في العمر ده ارقام صعبه. بس هم طبعا هم يعني لهم استراتيجيه في الكره السعوديه، خصوصا ان هم كانوا بيطمحوا خلاص لتنظيم كاس عام 2034، فهم عايزين يبقى عندهم كل السبوت وكل الاضواء مسلطه عليهم. لكن اتمنى ان شاء الله ان احنا في مصر يعني نعدل الامور ان شاء الله في المستقبل، لان احنا عندنا ارث كبير جدا، فحرام ان احنا يكون مستوى الدوري منحصر فقط في منافسه بين الاهلي وممكن بقى بيراميدز او الزمالك تشوف مين هينافسه. نتمنى ان شاء الله الامور تتحسن ان شاء الله في المستقبل. حلو جدا. تعال بقى نروح شويه لبعض اللمسات الانسانيه الجميله، لان لازم نعلق برضو على الجزئيه دي. وشفت ازاي طبعا بعد ما سمعت عن النادي الاهلي عامل عربيات لي يعني يعني النهارده، واعتقد الناس كتيره مبسوطه، ناس كتيره حابه ان هي تشارك في حاجه زي كده. كمان ان شاء الله النهارده بالظبط صراحه لصالح اخواتنا في التضامن بتاع القوى الناعمه، واللي هي الرياضه شيء اساسي منها، وتاثيرها كمان على المجتمع وعلى الشباب وعلى الروح وعلى كمان التوطيد ما بين العلاقات والانسانيه وغيره. لا فيها يعني كل الجوانب فيها ايجابيه بصراحه. الاهلي حقيقه من اول الازمه قرارات كانت واضحه جدا فيما يخص تاجيل بعض الفعاليات اللي حصل، ان هو تبليك مثلا المواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالقناه او القناه وقفت هنا القناه نفسها طبعا. تخصيص الايرادات ان شاء الله باذن الله مش بس الجمهور يكون النهارده يكون متواجد بكثافه طبقا للساعه المقرره، عشان بس طبعا اكيد طبعا عشان دعم الاهلي في مباراه اليوم، كان برضو عشان الايرادات دي كلها ذهب ان شاء الله لاشقائنا في فلسطين. شفنا محمد صلاح وتاثير رسالته بصرف تعالى ده نقف بقى شويه عند محمد صلاح وتاثير رسالته ليه، لان كنا بنتكلم من فتره في التفصيله دي مع بدايه الاحداث الدميه اللي حصلت مع اهالينا في غزه، ناس كتير قوي كانت عاتبه على محمد صلاح ان هو ما قالش قوله، ولما قال قوله ما بلاش الملف ده رجعت تاكد عليه انه قال قوله. هو العطل فين؟ المشكلة فين؟ المشكلة إن إحنا ما عندناش استدامة في المشاعر، أو في لو إحنا عندنا توجه معين لدعم
شخص ما، ساعات بنتخلى عن الدعم ده عند اللزوم، بنسيء فهم تصرفات الناس في بعض الأحيان، المشكلة فين؟ بص يا كريم، أتكلم بصراحة شديدة جدا جدا، مش بس والله عشان أنا بحب محمد صلاح، لكن محمد صلاح تصرف بذكاء منقطع النظير في الأزمة دي. في بداية الأزمة، أنا مش عايز أخش في الجانب السياسي كتير، بس في بداية الأزمة كان كل أوروبا كانت واقفة مع إسرائيل، كل حقيقي. أوروبا بلا استثناء حقيقي. وكان حتى الإعلام والتعاطف الشعبي في البداية قبل ما بعد كده إسرائيل ترتكب المجازر اللي بترتكبها في قطاع غزة، من يوم 7 كان كل أوروبا كانت واقفة مع إسرائيل، وبالتالي إن هو كان يطلع في الوقت ده ويصير عكس التيار، اعتقد الموضوع كان هيبقى صعب بشكل كبير جدا. ولكن انا في وجهه نظري محمد صلاح تصرف بشكل حجيم جدا، لانه الرساله بتاعته كرساله بشكل يعني انسانيه بشكل كبير جدا، عارف كويس الغرب عايز ايه وعايز يسمع ايه ويقدر يوصل رسالته ازاي. الرساله بتاعته حوالي اكتر من 50 مليون مشاهده، وبالتالي في وجهه نظري الشديده ان الرساله بتاعته وصلت وكان توقيتها مهم جدا، وفي نفس الوقت هو عارف كويس الناس بره بتفكر ازاي، وشايفين حاليا دلوقتي ان الامور خلاص انقلبت دلوقتي، وشايفين مظاهرات حاشده جدا في كل العالم دعما للقضيه الفلسطينيه طبعا. واللي بيحصل من اهالينا في قطاع غزه. وبالتالي انا في وجهه نظري محمد صلاح تصرف زي كده، رسالته كان توقيتها مهم جدا، اللي كانت بعد 24 ساعه أي. على المجزره اللي ارتكبت في مستشفى المعمداني. فانا في وجهه نظري ما حدث يعني محمد صلاح تصرف زي جدا، وانا في وجهه نظري بدعمه في يعني في كل اللي عمله. الجمهور له حق يكون متعشم في محمد صلاح بشكل كبير جدا، لكن برضه يا جماعه لازم نكون مقدرين الوضعيه والبوزيشن اللي هو فيه والمكان اللي هو فيه وهو بيخاطب مين وبيتعامل مع مين بالظبط. في وجهه نظري لا، محمد صلاح يعني بجد تحيه كبيره جدا ليه، وشفنا حتى في مباراه ايفرتون الاخيره سجل هدفين رفض الاحتفال، ودي برضو كانت اشاره بشكل كبير جدا، وشفنا اعلام فلسطين كانت متواجده بشكل كبير جدا في مدرجات ملعب انفيلد. فالحمد لله ان رسالته اعتقد وصلت بشكل كبير. وبس كل واحد بيبقى عايزك تعبر بالطريقه اللي هو شايفها صح. طب هو ممكن يبقى فعلا يعني ساند القضيه وهو ادى دوره بس بالشكل نسيت اشير كمان ان هو اتبرع يعني اتبرع الاحمر، وسمع بعض التقريرات انه بحوالي مبلغ فوق المليون دولار، يعني بنتكلم مبلغ ضخم جدا. يعني لا يعني محمد صلاح قولا وفعلا، انا في وجهه نظري والله مش عشان انا بحبه او انا منحاز ليه، لكن فعلا والله قولا وفعلا بالفعل هو كان منحاز للقضيه بشكل كبير جدا، وربنا يسلم اهلنا في قطاع غزه، ويا رب يعني الغمه دي يا رب تنزح قريب باذن الله. هتتفرج على الماتش في الاستاد؟ هتروح ولا لا؟ عندي شغل فهكون بغطيه ان شاء الله. النهارده الاقبال شديد جدا، سمعت ان يبقى في ناس حتى الماتش الساعه 5، لكن في ناس كتيره جدا هتكون مره بالنسبه لهواندا من فتره جدا الاهلي افريقيا تحديدا يلعب الساعه 5. هو الساعه 5 اللي فيه عشان هيكون في مباراه ثانيه بالظبط، عشان يبقى في الساعه 8 ان شاء الله. بس ان شاء الله الاهلي يعني فرحنا والجمهور يكون حاضر بكثافه، مش بس عشان دعم الاهلي، عشان يعني المبادره اللي خلي بالك هتبقى في شبه ملحمه النهارده باذن الله ان يعني شاء الله. يعني ده المتوقع يعني ان شاء الله. على ذكر سان داونز، شفت ازاي الماتش اللي فات بينهم وبين اتلتيكو؟ فريق تقيل. انا الحقيقه بستمتع بسان داونز بصرف النظر ان انا يعني انا مش عارف، ما بحبش استخدم كلمه صقر وطار في كره القدم، لكن انا يعني واحد من مشجعي الاهلي لا يعني عندي صقر بعد الشيء داونز، لكن لا انا فريق ممتع أمتع من هو والاهلي أمتع فريق بيقدموا كره في بالظبط يعني فريق ممتع. عشان كده نفسي الاهلي النهارده يكون عنده رساله قويه جدا في ارض الملعب، يعني يقول لسان داونز لا انت يعني اللي فات يعني كان حاجه، واللي جاي ان شاء الله يبقى يعني حاجه ثانيه خالص، وان شاء الله هنرد عليك باذن الله في نصف النهائي، لان هو المتوقع انه يتاهل. كل شيء طبعا وارد في كره القدم، ما حدش عارف ايه ممكن يحصل، ممكن بيترو اتلتيكو يعملها، لان سان داونز ليه في ساعات فصول بايخه بدليل النصف النهائي للتشامبيونز ليج الموسم الماضي كان هو اللي اقرب من الوداد، لكن الوداد في الاخر هو اللي اتاهل في ارض سان داونز. فيعني ان شاء الله باذن الله الاهلي بس يعبر اليوم باداء وبنتيجة جيدة إن شاء الله، ونتلاقى سان داونز إن شاء الله الأهلي يستطيع إن شاء الله تحقيق الفوز عليه. لكن سان داونز على المستوى يعني أنا يعني أمتع من أمتع، هو والأهلي من أمتع الفرق على صعيد الأندية في القارة الأفريقية. هو أنا متفهمة جدا، إحنا عمالين نقول يا رب إن شاء الله نفوز، بس هي القصة كلها إن أنا تاني هرجع أقول أنا بلاعب سيمبا، فيعني معلش هو في فوارق كبيرة جدا في الفنيات وغيره، فأنا يعني قصة إن أنا بأمل لا، هو أنا على فكرة أنا مش قصتي بس إن أنا أفوز النهاردة، أنا قصتي إن أنا أفوز وإن أنا أقدم فنيات كويسة، لأن زي ما أنت بتقول هي مش بس رسائل لسان داونز، هي رسائل لكل المنافسين. خلاص دوري أبطال يعني أفريقيا كمان، القصة دوري أبطال أفريقيا كمان إحنا مقبلين على دور المجموعات، الدوري المصري برضه ما الأهلي برضه بيتنافس في الدوري المصري، فهي رسالة كل ان شاء الله باذن الله. ونقطه اخيره بس، ان اتمنى يعني الناس برضو انا شايف ان في هجوم كبير جدا على مودست،
وان ما قدمش. شوف اقول لك على حاجه يعني صب لسه صح لسه هقول على حاجه بس عشان لازم برضو نرجع شويه. كل ما بيحصل حاجه ترجع شويه لورا هتلاقي نفس الانسيدنت او نفس الواقع حصلت. هرجع معاك لموسيماني وبيرستاو مثلا. بيرستاو اول ما جه وقت موسيماني لم يكن متالق تماما بالزبط. اوكي ووقتها حتى كان في جماهير من النادي الاهلي او انديه منافسه يقول لك او منابر العالميه المختلفه والنقاد الرياضيين قال لك لا 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 ايه الصفقه دي ومش عارف. الكلام ده كان بيقال وكان بيقال من اهلاويه. بعد كده قلنا يا جماعه نصبر شويه. القصه كلها ان في بعض اللعيبه اللي بتيجي ما بتتاقلمش بسرعه. على فكره بيرستاو اخذ شهور شويه. في لعيبه ثانيه ومش بس في النادي الاهلي بتاخد سنه. فالقصه كلها ان انت بتخرج الامكانيات الافضل كمدير فني من اللعيبه بتاعتك. ده حاجه. والحاجه الثانيه لازم الجماهير تصبر تبقى واثقه ان تحديدا هنا رسالتي النادي الاهلي لما يبقى في اسم بينضم للنادي الاهلي لازم تبقى على درايه كبيره ان هو يليق بان هو يكون موجود في النادي الاهلي. ف يعني مودست انا اتوقع من الناس ان هو هيتالق جدا. بس هو ما ينفعش برده ياخد فرصته قوي في المباريات الافريقيه. انا لما كمدير فني عايز اجرب لازم اعمل ده مع الدوري المصري بيبقى متاح اكتر. لكن افريقيا مش الفرصه الافضل ان انا ادي يعني مجال للصفقات من هذا الشكل. لكن طبعا مفيش شك ان مودست هيكون واحد من افضل اللعيبه بالتاكيد. انا عنده نموذج سريعا جدا بحب على طول استشهد بما اني بحب اتابع الكره الاوروبيه. ياسين عدلي لاعب جزائري في ميلان السنه اللي فاتت ما لعبش ما كملش حوالي 50 دقيقه لعب طول الموسم. السنه دي اصبح من العناصر المهمه جدا في تشكيله ميلان. ورغم ان هو كان رفض الرحيل وقال لك انا قطع على الفرصه وقاطع على الفرصه وستيفاني بيوليو مدرب ميلان دلوقتي بيعتمد عليه بشكل اساسي جدا. فده نموذج بسيط بيقول لك ان لا فلازم بقى نصبر لان لا مثلا ياسين علي كان جاي من فرنسا لايطاليا وجو مختلف تماما في اللعب. فمودست جاي بقى من المانيا ومن طبعا. اوروبا طبعا. جاي على جو في الشرق الاوسط وفي مصر. والحقيقه عبر التاريخ يعني ما فيش مره جلت من النادي الاهلي يعني فيما يتعلق بان النادي الاهلي بياخد قرار ما بجلب لاعب ما من مكان ما. الكلام ده ما بيحصلش بشكل عشوائي. بيبقى في ميل دراسه معموله ويبقى هذا اللاعب يستحق انه يرتدي تيشيرت النادي الاهلي حتى لو في شويه حاجات عطلته عن ان احنا نشوف منه اللي احنا مستنيينه. بالظبط يا كريم. وبعدين الاهلي لما حينما تعاقد مع مودست الاهلي كان في ميرجن برضو في الاموال بيتحرك فيه يا جماعه. عشان برضو عشان لقيت بعض الناس بتقارن نشوف الهلال السعودي يا جماعه احنا بنقارن ايه يعني ده وضع احمد احنا للاسف الوقت خلص لازم ننهي. بس سريعا توقعاتك النهارده النتيجه. اتمنى ان شاء الله 3-0 الاهلي. 3-0 باذن الله. كريم انا بقول 2 2 وربنا يسهل. انا هقول انا هقول 3-1. لا ان شاء الله الاهلي ما يستقبلش جول باذن الله. يعني ايه بس يكون شباك نظيفه لمحمد الشناوي ان شاء الله. نورتنا نورتنا يا احمد. خير يا كريم على طول معاك انت وانا على طول باذن الله.